البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي بدعم محلي. ورئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن موازنة 2019 بداية طريق طويل لبلوغ الأمان الاقتصادي. والصين تقول أن طلب أمريكا بشأن شركاتها المملوكة للدولة يعد غزوا لسيادتها الاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية اقتصادية مفصلة من شاشة النيل أخبار من القاهرة. إلى التفاصيل، صعدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة بستة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه وسط تداولات بلغت 500 مليون جنيه. هذا ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.4%، وكسب مؤشر إي جي إكس 70 الذي يغلب على تكوين الأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 31%. هذا قد صعد المؤشر الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 بنحو 50%. أعلنت البورصة المصرية اليوم الأحد إجراء مفاوضات مع 79 شركة للقيد في البورصة منذ أكتوبر الماضي، وقدرت البورصة متوسط رؤوس الأموال لهذه الشركات والمستهدف قيدها بجداول السوق بنحو 700 مليون جنيه. تعمل هذه الشركات في أكثر من 10 قطاعات اقتصادية أهمها العقارات والأدوية والطاقة والأغذية والتكنولوجيا. ومنذ 8 أشهر أطلقت البورصة نظاما لمتابعة الشركات المستهدف قيدها في سوق المال بالتعاون بين البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة. وذكرت البورصة أن عدد الشركات التي أظهرت اهتماما إيجابيا للقيد في البورصة بلغ 17 شركة، وبدأ في اتخاذ بعض الخطوات الجادة في هذا الصدد. وصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي بأكثر من 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار بمقدار قرشين يسجل في عدد من البنوك 16 جنيه و83 قرش للشراء و16 جنيه و93 قرش للبيع. أما في بنوك أخرى فسجل سعر الدولار 16 جنيه و81 قرش للشراء و16 جنيه و81 قرش للبيع. صرح نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم بأن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والبنوك المتخصصة التي تباشر أنواعا محددة من الأعمال المصرفية من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه. وأكد نجم أن القانون يستهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكد المكتب التجاري المصري بجاكرتا أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة مسجلة نحو 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% في 2018، وذلك بالمقارنة بالعام 2017. في المقابل تراجعت الواردات المصرية من إندونيسيا خلال الفترة ذاتها مسجلة 1.33 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 17.6%. أوضح المكتب أن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت كنتيجة لإدخال بنود جديدة من الصادرات كناثرات الأمونيوم وإطارات السيارات والفول. أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامجا لتوثيق العقود إلكترونيا يتيح لأصحاب الأعمال رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين، فضلا عن إعطاء العاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم خلال خدمة توثيق العقود. كما أطلقت الوزارة خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوى العمالية تجريبيا في العاصمة الرياض، على أن يتم إطلاق هذه الخدمة بشكل رسمي لاحقا في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف المناطق في المملكة. قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن ميزانية 2019 هي بداية طريق طويل وتظهر لبنان
أنه مصر على معالجة الهدر في القطاع العام. تصريحات الحريري جاءت بعد انتهاء حكومته من مفاوضات مطولة بشأن خطة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة، وتخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.5%. ينظر للميزانية في لبنان على أنها اختبار حقيقي وحيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر. قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم إن العراق اشترى أكثر من 1.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في 14 محافظة خلال موسم الحصاد في العام الحالي. أضاف الوزير أن موسم حصاد العام الحالي الذي يبدأ في منتصف أبريل سيكون الأكبر حتى الآن من حيث كمية شراء الحبوب المحلية. يشار إلى أن العراق في طريقه لحصاد 5 ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول الأمطار الغزيرة، وستستورد البلاد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة واليابان تقدمتا كثيرا في محادثاتهما التجارية، موضحا أن الجزء الأساسي من المفاوضات سيجري بعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني والمقرر في يوليو القادم. أضاف ترامب أنه من المتوقع أن تعلن البلدان عن صفقة تجارية البلدان عن صفقة تجارية كبيرة مع استئناف محادثاتهما التجارية في طوكيو. وسط حالة من التراجع والاضطراب في العلاقات التجارية الأمريكية على المستوى الدولي مع عدد من الدول، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة. وخلال زيارته الرسمية لليابان لبحث عدد من الأمور التجارية، أكد ترامب أنه يأمل في مناقشة الخلل في ميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل. كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات، لا بأس، نأمل من خلال إبرام اتفاق أن نتمكن من معالجة عدم التوازن التجاري وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات من الولايات المتحدة وضمان العدالة والمعاملة بالمثل في علاقتنا. وتأتي الزيارة في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي. والتجارة هي إحدى القضايا الأساسية التي تهم ترامب، كما أن تشجيع الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة يمثل السمة المميزة لجولاته بالخارج. ويزور ترامب اليابان في خضم حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين يبدو أن فصولها ستطول، لا سيما وأن ترامب أدرج أكبر شركة اتصالات صينية على اللائحة السوداء وطالب بوضع حد لما يسميه سرقة متزايدة للتكنولوجيا الأمريكية. وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على وضع سياسة شاملة من أجل تصدي لتنامي قوة الصين على غرار عقيدة احتواء الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة. أكدت الصين أن الولايات المتحدة دعتها للحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة، وهو ما اعتبرته بكين غزوا لسيادتها الاقتصادية. وذكرت الصين أن الدعوة الأمريكية تتجاوز مجال المفاوضات التجارية وتمس النظام الاقتصادي الأساسي. حدة التوترات التجارية بين الجانبين تصاعدت بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية، وقد فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية وصلت إلى 25% على بعض السلع الصينية. أعلنت مصلحة الدولة الصينية للملكية الفكرية أنها تتفاوض مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الانضمام إلى اتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية بهدف دمج التصاميم والسلع الصينية في السوق العالمية
على نحو أفضل. الصين شهدت 709 ألاف طلب تسجيل للتصاميم الصناعية خلال العام 2018 بالمقارنة مع 600 طلب في عام 1985. تضم اتفاقية لاهاي، وهي آلية تهدف لحماية الملكية الفكرية، 70 طرفا من الأطراف المتعاقدة حول العالم، ويتم حماية التصاميم الصناعية من قبل جميع الأطراف المتعاقدة من خلال طلب واحد. عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام لمتابعة أخبار البورصة المصرية، والمزيد أكثر وتفصيلا حول أداء مؤشرات السوق اليوم وصعوده الجماعي من مقر البورصة تنضم إلي مراسلة النيل أسماء حسن. أسماء تحياتي إليك، ولو تضعين في يعني بداية اليوم أولى جلسات الأسبوع والصعود هو الذي كان غالبا في مؤشرات اليوم. نعم، تحية لك مصطفى، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في بداية تعاملات الأسبوع نحو المنطقة الخضراء ليرتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.49% مسجلا 13981 نقطة، وزاد مؤشر إي جي إكس 70 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30%، وامتدت الارتفاعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليسجل 50%. بالنسبة لفئات المتعاملين اليوم نجد أن المصريين والأفراد اتجهوا نحو الشراء، بينما مالت تعاملات الأجانب والمؤسسات والعرب نحو البيع. بالنسبة للقطاعات نجد أن أغلب القطاعات شهدت ارتفاع اليوم، لتأتي قطاعات التشييد والبناء وكذلك البنوك والاستثمارات المالية في مقدمة القطاعات التي شهدت أداء إيجابيا. بالنسبة للأسباب التي أدت لهذا الارتفاع وفقا لبعض الوسطاء، فنجد أن اقتراب المؤشر الثلاثيني من 14000 نقطة كان له تأثير، أيضا عمليات الشراء بالنسبة للمصريين والأفراد كان له تأثير على أداء أسواق المال اليوم. أيضا أكد بعض الوسطاء أنه تم الإعلان اليوم عن نظام البيع بغرض أو الاقتراض بغرض البيع، وهو المعروف في أسواق المال بنظام الشورت سيلينج، وتم الإعلان أو سيتم البدء غدا بإذن الله بهذا النظام بدءا من جلسة غد على 30 سهم. كانت هذه أبرز ملامح جلسة تعاملات الأحد بداية تعاملات الأسبوع. إليك مصطفى. طبعا شكرا جزيلا زميلتي أسماء حسن على هذه المعلومات الوافية عن أداء السوق اليوم أولى جلسات الأسبوع، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه النشرة الاقتصادية المفصلة من شاشة النيل الأخبار. قبل أن أشكر حضراتكم لطيب المتابعة نذكر بأهم العناوين. البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي بدعم محلي. ورئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن موازنة 2019 بداية طريق طويل لبلوغ الأمان الاقتصادي. والصين تقول إن طلب أمريكا بشأن شركاتها المملوكة للدولة يعد غزوا لسيادتها الاقتصادية. انتهت نشرتنا مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة. خدماتنا الإخبارية متواصلة مع حضراتكم على مدار الساعة على شاشة الأخبار. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.